بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفيزياء مع منصة البث المباشر الأستاذ وليد أبو الحاج، واستكمالا لآخر حلقات الفصل الأول ومعانا ومعاكم سرعة انتشار الموجات أو ما يعرف بقانون انتشار الموجات. لو بصينا في الصورة اللي موجودة قدامنا هنلاقي ما يلي: إذا انتقلت موجة بسرعة V، أنا الوقت عايز أحسب سرعة انتشار الموجة، مسافة تعادل الطول الموجي، إحنا بنتكلم الوقت على سرعة الموجة، فعايزين نشوف، إحنا عارفين إن السرعة عبارة عن مسافة على زمن، فإذا كانت السرعة بتاعت أي شيء عبارة عن المسافة على الزمن، يبقى مطلوب مني إن أنا أشوف فين المسافة وفين الزمن واقسمهم على بعض. طيب ادي موجة زي موجة البحر اهي، دي موجة زي موجة البحر، اي قمة وقاع، ادي قاع ودي قمة ودي قاع ودي قمة وهكذا. عملنا لها جراف تحت منها بحيث يكون موضحين، ادي الديسبليسمنت لكل سنتي، وادي الويف لينث اللي هو الطول الموجي، وادي الديستانس بير سنتيمتر، ادي المسافة الافقية. طبعا في الترو والكريست اللي هي القمة والقاع، وبنشوف ما يلي. كلنا عارفين ان المسافة بين القمة دي والقمة دي تمثل الطول الموجي. لو انا حسبت الزمن من هنا لهنا وهنا عرفت المسافة دي اللي هي تمثل الطول الموجي، مش اقدر اقسم المسافة على الزمن عندي اللي هو هنا هيمثل لامدا على تي. لامدا احنا بنتكلم في طول موجي، وتي بنتكلم في زمن دوري. يعني الفكرة هنا ان اذا كانت المسافة عبارة عن موجة واحدة فالزمن هنا يبقى زمن دوري اللي هو يبقى من 3 لـ 7، من النقطة دي للنقطة دي. طب يا مستر معلش، افرض ان انا بدأت من هنا لهنا ادي موجة، ومن هنا لهنا ادي موجة مثلا، يعني على اعتبار ان دولت موجتين. طيب احسبهم ازاي؟ ما هو الاكس يا حبيبي هيبقى 2 موجة، والزمن الدوري هيبقى 2 تي، 2 بيريود. وبالتالي لو شلنا الاثنين مع الاثنين هتطلع لمبة على تي. طب الناس كلها عارفة ان مقلوب الزمن الدوري، مقلوب الزمن الدوري يساوي التردد. طبعا اقدر اشيل 1 على تي واحط مكانها النيو، يبقى انا هشيل طالما التي 1 على نيو يبقى النيو 1 على تي، ما هي مقلوب، فانا هشيل 1 على تي من المقام، اصل دي عباره عن في، وبعدين ادي اللمدا اهي، وبعدين ادي 1 على تي اهي. اقدر اشيل 1 على تي دي واحط مكانها نيو، يبقى الفي بتساوي ادي اللمدا في نيو. نقول بقى تاني: إذا انتقلت موجة بسرعة في مسافة تعادل الطول الموجي في زمن دوري يعادل الزمن الدوري، يعني إحنا أخدنا دلوقتي موجة زي دي كده مثلا، مسافة من قمة لقمة، فحسبنا الطول الموجي وحسبنا الزمن الدوري. يا معلش يا مستر، يعني أنت ليه واخد الطول الموجي؟ ما تاخد أي مسافة وتقسمها على زمن، صح؟ يعني انت لو خدت اي مسافة وقسمتها على الزمن العادي هيطلع صح؟ ها؟ لو خدت طول الموجي وقسمته، امال احنا بناخد ليه طول الموجي ونقسمه على الزمن الدوري او بنضرب لامدا في نيو او يعني ازاي كده؟ يعني ليه بنعرف كده؟ بصوا يا جماعة، لو احنا رمينا حجر في المية بس بمجرد انك انت تاخد المسافة ما بين اي قمتين سهل جدا جدا بالمسطرة، ده لو هي يعني موجة قصيرة.
اكبر شويه هتحتاج يعني مسطره اطول، اكبر شويه يعني الحاجات ديت بيبقى قياسها ان احنا بنقيس اقصر مسافه بين نقطتين لهم نفس الطول. فعشان كده الكلمتين بيبقى منطقتين عاليين، فعشان سهوله القياس بنروح واخدين المسافه بين الكلمتين ونطلع لك طول الموجه. طب ازاي تحسب تردد موجه؟ يعني عمليا يعني ازاي تحسب تردد موجه؟ ماشي يا عم، حط ايدك او حط عصاية عود خشب اي حاجة وعد الموجات اللي هتحصل خلال دقيقة. يعني ادي عدت قمة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عديت 10 موجات خدوا 5 ثواني. ال 10 موجات خدوا 5 ثواني، ادي عندك عدد وزمن، يبقى 10 على 2 يبقى التردد 2 هرتز على طول. يبقى الحاجات ديت لما بتيجي تعملها عملي بتستمتع بقياسها، تقدر تحسب تردد، تقدر تحسب طول موجي، تعرف الزمن الدوري. يعني الزمن الدوري ازاي؟ انا حطيت ايدي خبطت في ايدي قمه، احسب الزمن على ما القمه الثانيه تخبط في ايدي، اصبحت هنا زمن دوري. فلازم اكون فاهم فيزياء علشان خاطر النظام الجديد كده. طيب احنا الوقت وصلنا لعلاقه اسمها في بتساوي لامدا في نيو، ده قانون انتشار الموجات. هذه علاقه عامه لانتشار جميع انواع الموجات، سواء كانت قطاره من الموجات او حتى نبضه واحده. والحته ديت احذروا منها، احذروا منها، لانه ممكن يجيب لي نبضه واحده، ممكن يجيب لي نبضه واحده فقط، مش نبض، مش يعني لا، ده نبضه واحده بس كفايه. هو هيجيب لي النبضه الواحده ديت اللي حصلت، وبعدين هيقول لي احسب سرعه الموجه. اعرف احسب لامدا واحسب نيول بتاع، اقدر. من العلاقه نلاحظ انه في زمن دوري واحد. الله 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 الله، استنى، انت هترسم زمن دوري واحد اهو، الحته ديت اسمها زمن دوري واحد، تمام؟ الحته دي كده بتتكلم في زمن دوري واحد. تنتقل الموجة مسافة تعادل الطول الموجي، طبيعي المسافة دي هتبقى لندا. فالمسافة اللي بتقطعها الموجة خلال زمن دوري واحد اسمها طول موجي رقم 3. كل ده احنا بنتكلم عن العلاقة اللي هي بتساوي لندا في اليوم. إذا انتقلت موجة من وسط إلى وسط آخر، كم موجة؟ موجة واحدة. مختلف عنه، يعني الوقت احنا ما بنتكلمش عن وسط واحد، احنا بنتكلم عن وسطين، الوسطين دول هيبقوا غير بعض، مختلفين عن بعض. زي مثلا انتقال الضوء، الشعاع الضوئي، شعاع واحد، شعاع أحمر، أزرق، أخضر، ها؟ من الهواء إلى الماء، أو من الهواء إلى الزجاج، أو من الماء إلى الزجاج، يعني وسطين غير بعض. أو حتى انتقال الصوت من صلب لسائل، أو من سائل لغاز، أو من غاز لسائل، إزاي؟ هل ممكن الصوت ينتقل بين الأوساط دي؟ طبعًا، طبعًا ممكن الصوت ينتقل في الاوساط. واحنا لما بنيجي يعني كان في لعبه كده الاطفال بيلعبوها، يروح جايب كوبايتين وموصل بينهم بحبل او سلك، واحد يقف في مكان والتاني يقف في مكان تاني، قالوا يكلموا بعض كانه تليفون. لو حطيت ايدك على الجدار او حطيت ودنك على الجدار وواحد خبط في الجدار من الناحيه الثانيه، بتسمع صوته ولا لا؟ ده زمان كانت العرب بتسمع اصوات وتتعرف عليها من على مسافات طويله. ازاي؟ كان في واحد بيطلع ويضع اذنه على الطريق علشان يتعرف على القوافل المغيره اللي جايه تحاربنا. فاصوات يعني أقدام الخيول أثناء صدارها الأرض تنتقل عبر الصخور وتنتقل عبر الأرض، لدرجة إن إحنا إيه؟
نقدر نسمعها من مكان بعيد. قضبان القطر لو واحد حط اذنه على قضيب القطر من وهو بعيد خالص، يعني مثلا لو افترضنا ان احنا في محطة القاهرة وفي بعدها مثلا محطة شبرا، وانا عارف ان القطر فاضل له 5 دقايق، حطيت وداني على القطر على قضيب القطر كده، هعرف ان القطر عامل موج واسمع الصوت من بعيد خالص. ليه؟ لان الاصوات بتنتقل عبر الجسم الصلب. طبعا من حذر ان حد يعمل حاجه زي كده لانها فيها من الخطوره بمكان، لكن يعني كان العرب يستخدمون هذه التقنيه للتعرف على القوافل المغيرة. تردد الموجة لا يتغير، وذلك لأن تردد الموجة يتوقف على تردد المصدر. يبقى احنا كده لما الموجة بتنتقل من وسط لوسط، يعني افترضنا ادي الهواء وادي الماء، وانتقل الشعاع من الهواء الى الماء. يعني انا عايز احكي لكم في حتة كده لازم الناس تكون يعني مستوعبها كويس جدا جدا جدا. دلوقتي انا كنت يعني بتكلم عن الضوء. الضوء سرعته في الفراغ وفي الهواء 3.8 تقريبا، حددها حاسو ميكلسون من زمان. فاصبح الضوء سرعته في الهواء او بنتكلم على 2.99996 في 10^8، يعني تقريبا 3/10^8، يبقى 3/10^8 متر على الثانية. طيب انتقل الضوء من الهواء الى وسط اخر زي المية، سرعته بقت 2.25/10^8. السرعة صغرت. صغرت ليه؟ جزيئات المية متقاربة ومتماسكة بشكل أكبر من الهواء بكتير، وبالتالي هتعيق حركة هذه الموجة فهتقلل السرعة، لكن التردد يتوقف على تردد المصدر. كأن أنا لو جبت شوكة رنانة مكتوب على الشوكه ديت 256 هرتز، يعني بتعمل 256 اهتزازه كل ثانيه، هزتها في الهواء ورجعت هزتها في الميه، التردد ثابت؟ امال ايه اللي هيختلف؟ سرعه الصوت. سرعه الصوت وسرعه الموجه. الله. لازم نفرق ان تردد الموجه يتوقف على تردد المصدر. الجملة دي عايزين نركز عليها كويس جدا جدا جدا. تردد الموجة يتوقف على تردد المصدر. ما الذي يتغير؟ إذا كنت أنت بتقول إن التردد ده ثابت، يبقى اللي هيتغيره السرعة نقصت، يبقى طول الموجة ينقص. لو حصل العكس وانتقل الضوء من الماء إلى الهواء زي بعض الناس اللي بينوروا حمامات السباحة من أسفل، فالضوء بينتقل من الماء إلى الهواء، طبيعي إن سرعته هتزيد وبالتالي طول الموجة هيزيد. يبقى يتغير طول الموجة وتتغير السرعة بنفس الطريقة، لأن الفي هتبقى تناسب طردي مع لامدا. طيب يبقى لو قلنا في واحد على في اتنين هتساوي لامدا واحد على لامدا اتنين، وبالتالي لامدا واحد على لامدا اتنين هتساوي في واحد على في اتنين، وبالتالي العلاقه بينهم علاقه طرديه. يعني لو ده سرعه الموجه وده الطول الموجي، العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. والميل، الميل هيساوي معامل سين. يعني مش انت بتقول ان الفي بتساوي لامدا في نيو؟ ادي الصادات وادي السينات، يبقى ده معامل سين، يبقى الميل يساوي نيو. ممكن تجيلي، ممكن يديني مجموعه من الرسوم البيانيه كده ويقول لي ادي الفي وادي اللامدا،
انتقلت مجموعه من الاشعه لكل منها تردد خاص، مثلا اكس وواي وزد، ايهما اعلى ترددا؟ طبيعي ان هيكون الزد لان الميل بيساوي التردد، فاللي تردده اكبر يعني الميل بتاعه، اللي ميله اكبر تردده اكبر. تمام. رقم 4، يبقى الجمله اللي فاتت يا جماعه عايزين نركز عليها ايه هي؟ وسطين وموجه واحده، تردد ثابت وسرعه وطول موجي بيتغيروا زي بعض. في بتساوي لامدا في نيو، هذه العلاقه الرائعه. سرعه الموجه في نفس الوسط لا تتغير. اي انه اذا تغيرت طول الموجه لموجه في وسط ما فان التردد يتغير وتظل السرعه ثابته. ازاي؟ جبنا شوكتين. ادي شوكه، ادي اثنين. دي ترددها 128 هرتز. ودي قدها مرتين. ترددها 256 هرتز. أو 512 أو 1024. الناس اللي شغالة في الترددات تعرف معنى الكلام اللي بقوله. طب كده لو هزيناهم في نفس اللحظة، لو هزيناهم بحيث ان دي هتتهز اهي يمين ويسار، ونفس الشيء الفرع الثاني، ونفس الشيء الشوكه الثانيه. السرعه هنا مش بنتكلم على ان الصوت ده هينتشر في الهواء؟ يبقى الفي ثابت. لان السرعه انما تتوقف على الوسط، والوسط هواء. الميديم اللي هيحمل الاهتزازات ده الجزيئات هي اللي هتهز. يبقى السرعه ثابته. والذي يتغير الطول الموجي والتردد. طب اذا كنت انت بتقول ان الفي بتساوي لامدا في نيو، ده ثابت، يبقى اللامدا بتساوي الفي اللي هو الثابت على نيو. طالما ده ثابت، ايه العلاقه هنا؟ العلاقه عكسيه. يعني ايه العلاقه عكسيه؟ العلاقة عكسية، يعني نيو واحد على اتنين بيساوي لامدا اتنين على واحد والعكس. يعني لامدا واحد على لامدا اتنين، لامدا واحد على لامدا اتنين هتساوي نيو واحد على نيو اتنين. يبقى لامدا واحد على لامدا اتنين هتساوي نيو واحد على نيو اتنين. علاقة عكسية. في حالة موجتان متساويتان في الطول الموجي، يعني هنا الطول الموجي هيبقى هو اللي ثابت. في الحالة دي الفي والنيو علاقة طرد. ليه؟ مش الفي بتساوي لامدا في نيو؟ ده ثابت، ده متساوي، يبقى ده طرد مع ده. يعني ايه طرد معاه؟ يعني ايه طرد معاه؟ معلش يعني خلينا نكون واقفين وفاهمين. عايزين بس يبقى ايه الامور واضحه. هنا الميل بيساوي الطول الموجي. طبيعي لانه معامل سي. طب العلاقه هنا طردي، يعني في واحد على اثنين بتساوي نيو واحد على اثنين. عند القاء حجر في بركه ماء زي كده، تتكون موجات على شكل دوائر. طبيعي موجة على شكل دوائر، يعني أنا عندي موجة دلوقتي على شكل إيه؟ دايرة. الموجة دي بتقعد توسع 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 توسع، فإن نصف قطر الدائرة الخارجية هو المسافة التي قطعتها الموجة. لأن أنا بحسب من هنا، أمشي كده ماشي، أمشي كده ماشي، ما أنصف أقطار. أول سؤال، إذا كان طول الموجة التي يصدرها قطار 6 من 10 متر، ده إيه؟ ده طول الموجة. تردد النغمة الصادرة 550 هرتز، ده نيو. فما سرعة انتشار الموجات عايز بيه؟ وما أنا أعمل له إيه؟ أقول له حاضر، ده أنت اديتني إن الفي بتساوي لامدا في نيو، وانا عايز في. اتاكد بس من وحداتي. الوحده هنا ايه؟ متر. الوحده هنا ايه؟ هرتز. امورنا في السليم.
يبقى ال في بتساوي حاصل ضرب اللمدا في نيو، يبقى ال في بتساوي ادي اللمدا اللي هي 6 من 10 وادي التردد 550، يطلع الشغل عندي 330 متر على الثانية. انا بس عايز اقول كلمة، هو بيقول لي اذا كان طول الموجة الايه الصوتية التي يصدرها كتار، يعني نتكلم عن موجات صوت. اسأل بس الطلاب سؤال، موجات الصوت دي موجات ايه؟ موجات ميكانيكية طولية، موجات الصوت في الهواء موجات ميكانيكية طولية. وتردد النغمة الصادرة، ايه النغمة دي؟ هو الصوت نفسه، بس هي في حاجة اسمها النغمة التوافقية الاولى والثانية والثالثة، حاجات مش علينا، بس خلينا نقول تردد الموجة الصادرة 550 هرتز. فما سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء؟ انا عايزك تفهم فيزياء. الصوت اللي القطار، صافرة القطار طلعته وصل لي انا لو انا على بعد 320 متر، لو انا على بعد 330 متر هيوصل لي خلال ثانية. انت جبت المعلومة دي منين؟ مش احنا طلعنا السرعة 330 متر على الثانية؟ يعني موجة الصوت هتمشي في بسرعة كام في الهواء، بسرعة كام؟ 330 متر على الثانية الحالة اللي قدامنا دي. طبعا يعني بتتأثر بقى بدرجة الحرارة الكلام ده كله، بس يعني ايه بتتراوح في الحدود ديت من 300 ل 340. فطبعا هي هنا 330، فعشان كده لازم نكون مصحصحين شوية. ايه معنى السرعة؟ يعني هذه الموجة تقطع مسافة، يعني أول قمة والقمه اللي بعدها اللي هو تضغط، عفوا التضغط الاول والتضغط اللي بعد منه، المسافه بينهم طول موجي. المسافه بينهم ايه؟ طول موجي. لو احنا قسنا المسافه وقسمناها على الزمن هيطلع لنا سرعه. يطلع كام؟ 330 متر على الثانيه. فلازم ان احنا بنقرا المسائل ديت ان احنا نتعمق شويه في فهم المساله، لانها عباره عن تجارب تم اجراءها. إذا كان عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة number of waves، عدد الموجات اللي بتمر بنقطة معينة خلال زمن قدره ثانية، واحد ثانية هو 12 موجة، وكان طول الموجة الواحدة يعني اللامدا 1 من 10 متر، احسب سرعة الموجة. هو عايز يحسب سرعة الموجة. أنا محتاج تردد، ترددي هتساوي ان على تي. ان بكام؟ ان ب 12. على تي بكام؟ بواحد. تطلع كام؟ تطلع 12. 12 ايه؟ هرتز. يا مستر انا مش عايز احسبها كده، ما احنا عارفين ان عدد الموجات اللي بتمر بنقطه معينه خلال ثانيه 12، ده تعريف التردد. فكأنه بيقول لي ان التردد 12 موجة على الثانية، يعني 12 هرتز. ماشي صح برضه. يعني ممكن ان انا يعني الفكرة ان انا ترجمت الجزء ده على انه فريكونسي تردد، وادي طول الموجة عندك، وكتاب المدرسة نفسه حل كده اهو، قال لي ان الفي تساوي لامدا في نيو، وبالتالي 12 ضربناها في 1 من 10 طلعت 1.2 او 1 من 10 متر على الثانية. نعلق بقى، حد فيكم من شوية فاكر سرعة الموجة اللي كنا واخدينها بتاعت الصوت في الهواء؟ طب حد شاف دلوقتي موجات الماء؟ خلي بالك موجات الماء انت بتقيس المسافه بين قمتين، الموجات دي بتبقى متقاربه من بعضها، تمام؟ فيعني عايز اوصل لك فكره ان احنا العلاقه في بتساوي لامدا في نيو انطبقت دلوقتي على الموجات الميكانيكيه الطوليه والمستعرضه. الطوليه لما كنا بنتكلم عن ضغوطات التخلفات زي موجات الصوت في الهواء، ودلوقتي القمم والقيعان اللي هي موجات الماء اللي بتمر بنقطه معينه. هذه العلاقة اللي هي في بتساوي لامدا في نيو علاقة عامة على جميع أنواع الموجات، سواء كانت موجات طولية ومستعرضة ميكانيكية يعني، أو حتى موجات كهرومغناطيسية أو نبضات. يعني شوف لغيت فين؟
فهذه علاقه، ولذلك اسمه ايه قانون انتشار الموجات، ابداع في الالفاظ وخاصه مع الفيزياء. تعالوا نشوف المساله رقم 3. من المتعه انك انت تعرف ان تنتشر موجات الضوء. شفتوا كتاب المدرسه والجمال اللي عامله، حاطط لنا ايه؟ بص ثلاث مسائل. المساله الاولى بتتكلم عن الموجات الصوتيه، حيث موجات ميكانيكيه ايه طوليه، وموجات الماء ميكانيكيه، موجات سطح الماء اللي هو بيتكلم عليها كمان مكعب، ديت موجات ايه مستعره، ميكانيكيه مستعره. وبعدين ايه كمان موجه الضوء اهي، موجة الضوء موجة كهرومغناطيسية، وطبعا بما انها كهرومغناطيسية يبقى مستعرضة. تنتشر موجات الضوء في الفضاء بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية، بين قوسين كده 3 × 10^6. حقيقة ما كانش اللي يعني ممكن ما يعني ما يكتبليش اللي بين قوسين ده، بس تعالوا نترجم كلمة 300,000 كيلو متر في الساعة. 300,000 يعني 300 في 1000. 300 في ايه؟ في 1000. وكيلو متر يبقى الكي والام. طيب يبقى 300 وقدامها كام صفر؟ 5. واشيل كمان الكيلو واحط مكانه 1000، يبقى احط كمان 3 اصفار، يبقى بنتكلم عن 3 × 10 وعندها كام صفر؟ 8 اصفار. يعني انا مش محتاج الايه اللي بين قوسين ده، ما انا هعرف اطلعه لوحدي. وكان طول موجة الضوء 5000 انجسترو لندا، 5000 طول الموجة اهو انجستروم، وهو قال لك عشان لو ناسي الانجستروم 10^10 متر، عشان احنا لازم لنا التحويل عايز تردد الضوء. طب يلا الفي بتساوي الفي هي نفسها سرعة الضوء اللي هي 3 × 10^8. ليه بيكتبوا للضوء سرعة الضوء في الفراغ ثابتة كونستانت؟ فيعني يدولها الرمز سي على أساس إنها سرعة ثابتة ما تتغيرش. والثوابت بتاخد يعني رموز خاصة بها. طيب اللمدة أنت قلت لي السي، طلعت المعطيات دي كده، دي كده الجيفنز المعطيات اللي عندي. المعطيات. طيب اللمدة انت ايه اللي خلاك عملتها كده؟ ده هي 5000 يعني 5 في 1000 ده اللي مكتوب. ايه ال 10^10؟ تحويل من انجستروم لمتر. هو مستر هيديها لنا في الامتحان؟ ما اضمنش. انا لازم اعرف ان الانجستروم 10^10 متر، تكون فاهم القصه مش كده خلاص. طيب بما ان الفي اللي انا كتبتها سي بتساوي لامدا في نيو، ال اعرف ان بعض الطلاب بيحبوا يحلوا بهذا الشكل، يقولوا هو عايز نيو، ماشي هتساوي سي على لامدا. تمام السي 3 × 10^8 على اللامدا اللي هي 5 × 10^7 اللي احنا لسه مطلعينها، قسم طلع من مباشر، او بالاله الحاسبه 3 × 10^8 يساوي على الآلة الحاسبة اللي هي الشيفت كالك. احفظ معايا وابدأ اشتغل على الآلة الحاسبة، ألفا كالك. في زرار في الآلة الحاسبة اسمه ألفا جنب الشيفت، ألفا، وزرار في الصف اللي تحت منه على طول كالك. طبعا بتكلم على أي آلة حاسبة فيها نفس الإمكانيات من أول 570 وأنت طالع. ادي الفا كالك، وبعدين الفا قوس عشان تضغط اليساوي، 5 × 10^7 كروس، وادي المجهول. خلي بالك عشان تعرف تطلع المره الجايه ان شاء الله، حاول واحنا بنحل اسئله على الفصل ان انا اديكم طريقه الاله الحاسبه. يعني انا هقول 3 × 10^8 دي كله بيعرف يكتبها، وبعدين الفا كالك عشان اكتب اليساوي، 5 × 10^7 كلكم هتكتبوها في المجهول اللي هو الفا قوس و شيفت سولف يساوي، واستنى شويه على الاله الحاسبه تحسب واضغط يساوي تطلع لي الناتج النهائي. اول ما تكتب على الاله الحاسبه سولف فور اكس يساوي ويديني الرقم، خلاص ابقى انا كده طلعت.
من هنا يبقى النيو بتساوي الرقم اللي قدام، او بالطريقه الكلاسيك العاديه اللي هو نيو بتساوي سي على لندا، اقسمهم على بعض. اذا كان طول الموجه الصوتيه التي يصدرها مصدر صوتي هو نص متر، ده لندا، وتردد النغمه 666 هرتز، عايز في، طب ما تيجي نحل مع بعض. الفي بيساوي لندا نيو بيساوي 666 ضرب نص، يساوي نص الثلاث ستات دول ثلاث ثلاثات، لو قسمنا ثلاث ستات على اثنين هيطلع ثلاثة 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 متر على الثانية. احنا حلينا المسألة صح؟ اجي بقى اختار 3 3 8 ولا 3 3 3 ولا 38 ولا 46. واضح ان حل المساله بيكون المطلوب منه ايجاد الناتج واختياره. طيب اذا كانت سرعه الصوت في الهواء اللي فاتت كانت سرعه الموجه الصوتيه مصدر لمصدر صوتي الصوت في الهواء، ملاحظين حاجه؟ طيب مش عايزين نوضح حاجه. اذا كانت سرعه الصوت في الهواء ادانا الفي، تنتشر في نغمه ترددها نيو، عايز طولها الموجي بالمتر، اقول حاضر استنى. الفي بتساوي لندا في نيو، انت عايز لندا وعايزها بالمتر، لندا بتساوي في على نيو، يبقى بتساوي في بكام؟ في ب 340 على نيو بكام؟ 2 2 5. يعني اذا انا عايز اقسم حاجتين، ايه هما؟ عايز اقسم 340 على 225، هيطلع لي 1.5 او 1.51% تقريبا، ده هيطلع 1.5 تقريبا. ايه من دول اللي هو 1.5؟ 3 على 2. طيب 4 على 3 لا، 3 على 4 لا، 20 لا، ايه الارقام اللي هو مديها لي؟ طبعا بعض الناس ممكن تقسم بالعكس، بعض الناس ممكن تضرب الرقمين، يعني في ناس هتحول، في ناس تعمل، لا، في ناس هتفكر ان الهرتز او المتر على الثانيه دي حاجه محتاجه تحويل. طبعا انا بطلع ناتج المساله وزي ما بيطلع بكتب. ضوء الله، ملاحظين حاجه يا جماعه؟ يعني هو حب هنا انه يدينا مسائل على الموجات الميكانيكيه وبرضه مسائل على سواء في الامثله او في الاسئله اللي على المنهج. يبقى ضوء طوله الموجي 6000 انجستروم ينتشر في الفضاء بسرعه كذا. واحد يقول لي يا مستر انا حافظ ان سرعه الضوء 3 في 10 اس 8، هي ديت هتنفعني يعني لو استخدمتها على طول؟ هقول لك بص، دلوقتي ده 300 في 1000 كيلو متر على الثانية. هو انت لو شلت الكي وحطيت 10 أس 3 هنبقى بنتكلم في كام؟ 300 في 10 أس 3، شلنا الكيلو وحطينا 10 أس 3 بقت بالمتر على الثانية. جميل. طيب ادي 3 اصفار وادي 3 اصفار وصفرين، 3 و3 6 و2 8، يبقى 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. طيب كده انت طلعت سرعه الايه؟ على الضوء يعني، عايز التردد، انت حاضر. هو الفي بتساوي لندا في نيو، يعني ممكن اكتب ده كده بدل في اكتبه سي، هتفرق يا مستر ولا حاجه؟ اكتب زي ما انت عايز تكتب، يعني الافضل طبعا تكتبه الكونستانت عشان تفكر من نفسك، لكن عادي نيو هتساوي في او سي اللي انت عايز تكتبه على لندا. انت بس بتقول لنفسك ان سرعه الضوء ثابته، فيعني ايه كنوع من التذكر يعني. يبقى 3 في 10 اس 8 اللي عندك على الطول الموجي اللي عندنا 6000، والانجستروم هنضرب في 10
أس سالب 10. تمام؟ واضح إن الشغلانة هنا شغلانة أسس. تمام؟ واضح إن 3 على 6 يعني نص، يبقى إذا إحنا هنستبعد دول، هنستبعد دول. طيب 10 أس كام؟ تعالى كده، ديت 10 الاتنين دول، دول كده 10 أس سالب 7 هتطلع فوق تبقى 10 أس. يبقى 3 على 6 اللي هي نص في 10 أس 8، وجالهم كمان 10 أس 7، لأنها سالب 7 لما تطلع فوق تبقى 7. 7 و 8 15، نص في 10 أس 15 هي نفسها 5 في 10 أس 14، يبقى الاختيار رقم ج. وتقدر طبعا تحرك الفصلة يمينا أو يسارا للحصول على الناتج. موجتان تردداهما 512 و256 تنتشران في وسط معين. حط عند ديت علامة خطين كده عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. في وسط معين يعني نتكلم عن السرعة الثابتة. السرعة الثابتة، السرعة اللي هي بتتوقف على الوسط، والوسط واحد يبقى الوسط ثابت. تكون النسبة بين الطولين الموجيين. استنى بقى، انا عايز لمدة واحد على لمدة اثنين هتساوي، الله الله، مش احنا عارفين ان الفي بتساوي لمدة في نيو وده ثابت، يبقى اللمدة بتساوي في على نيو، يبقى العلاقة عكسية، يبقى نيو اثنين على نيو واحد. لو نيو اثنين هي، طبعا انا بقرا كده، يبقى الاثنين اللي هم ال 256 على الواحد اللي هي 512، ووعد انها تجي لكم يعني قسمه، يعني يقول لك الموجه الاولى هنسميها اكس مثلا، والموجه الثانيه هنسميها واي، او الموجه دي واحد والموجه دي اثنين، فان النسبه من واحد الى اثنين او اكس الى واي عشان ما يبقاش فيها ايه اي مشكله، يبقى هتساوي 1 على 2، لان طبعا ال 512 ضعف ال 256، وده السبب ان انا بشرح الجزئيه دي. قلت شوكتان ترددهما 256 و512 و1024 وال 2048 وهكذا. اهم حاجه كان اللغز في كلمه في وسط ايه؟ معين. عندما يقل تردد حركه موجيه في وسط، وسط يعني السرعه ايه؟ السرعه ثابته. السرعة ثابتة، يبقى ايه العلاقة بين التردد والطول الموجي والسرعة والكلام ده؟ بص يا حبايب، النيو بتساوي فيه على لامدا، ده ثابت، يبقى ايه العلاقة هنا؟ علاقة عكسية، علاقة تناسب عكسي. فهو بيقول ان التردد قل يبقى الطول الموجي زاد، يبقى المفروض ان انا اقول بقى الصح بقى، اقول لامدا، لانه عايز ايه اللي هيحصل لللامدا؟ لامدا بتساوي في على نيو، النيو صغر يبقى الطول الموجي هيزيد والسرعه ثابت. يبقى لما يقول لي يزداد طولها الموجي اقول له صح، يقل طولها الموجي اقول له غلط. تقل سرعتها، السرعه مش هيجرى لها حاجه، يقل طولها الموجي وتزداد سرعتها، طبعا ده كله خطا، لان السرعه اللي مش هيجرى لها حاجه. اذا زاد تردد الموجه فان ذلك يؤدي الى تغير. على كده في نفس الوسط سرعه ثابته، استبعد السرعه، استبعد السرعه، بقى عندنا لسه استبعد السرعه، فاضل الطول الموجي. يبقى اذا زاد تردد الموجه، اذا تغير تردد الموجه، اذا قل تردد الموجه، ان ذلك يؤدي الى تغير فقط الطول الموجي. عندما يقل الطول الموجي، الطول الموجي نقص لحركه موجيه في وسط. شوف الكلام عمالين نركز على ايه؟ وسط يعني سرعه ثابته. سرعه ايه؟ ثابته. طالما سرعه ثابته يبقى العلاقه بين الطول الموجي والتردد، طبعا نيو بتساوي في على لامدا، يبقى العلاقه هنا علاقه عكسيه. ده ثابت، سرعه ثابته. طب يقول عندما يقل الطول الموجي اكيد التردد هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى نقص السرعه خطا، زياده السرعه خطا، زياده التردد اجابه صحيحه، نقص التردد اجابه خطا. خلي بالك.
عندما يقل تردد الموجة. طب العكس لو حصل، ادي النيو واللامدا، اقول له لامدا بتساوي في على نيو وسط، يبقى ده ثابت. يقل التردد يبقى يزداد الطول الموجي، يبقى يزداد الطول الموجي صح، يقل الطول الموجي خطأ، تقل السرعة خطأ، تقل السرعة خطأ. الشكل يبين العلاقة بين الإزاحة والزمن لنقطة ما في وسط ناقل لموجة مستعرضة. أي حالة تعبر عن خصائص هذه الموجة، أي حالة تعبر عن خصائص هذه الموجة. بصوا يا حبايب، المسافة من هنا لغاية أسفل، المسافة من هنا لغاية أسفل ديت 6 سنتي، يبقى الساعة 3 سنتي. يبقى أنا هستبعد ده إيه وهستبعد دي، خلينا في واحدة من دول. طيب الزمن الدوري، الزمن الدوري يعني معناه لغاية هنا، الزمن الدوري 8/10، والتردد مطلوب الزمن الدوري يبقى يعني 1/8، 1/8 يبقى 10/8 يبقى 1.5. يبقى الاختيار الصحيح عندي هو رقم ب، واما الاختيار د، الاثنين دول معكوسين مكان بعض، يبقى الاختيار ده خطأ. خلي بالك معايا وانتبه عشان الأسئلة اللي جاي. إذا مرت 6 موجات، ده النمبر، في زمن قدره 60 ثانية، ده التايم، والمسافة من بداية الموجة الأولى ونهاية الخمسة 75 متر. لما أقول لك المسافة من بداية الموجة الأولى لنهايتها 1، طب من بداية الموجة الأولى لنهاية الثانية يعني موجتين، طب من بداية الموجة الأولى لنهاية الخمسة دول 5 موجات، دول إيه؟ 5 موجات. يبقى أنت عايز تطلع، تعالى كده نطلع الحاجات. ان وتي اقدر اطلع تردد، يبقى النيو بتساوي 60 ادي العدد على 6 ادي الزمن، تطلع التردد 10 هرتز. ما هو 60 على 6، 60 على 6. طيب التردد طلع ب 10، يبقى الزمن الدوري ب 1/10. تعالى نطلع الطول الموجي اكس على ان، يبقى 75 على طبعا 5 موجات، يبقى 75 على 5 يبقى 15 موجة، 15 متر. طب انا عايز اطلع السرعة، يا ده السرعة لها هنا كذا حل. ممكن اقول الفي بتساوي لامدا في نيو، يبقى 15 × 10 150، وممكن اقول الفي بتساوي لامدا على تي واقول له يبقى اللامدا اللامدا عندي ب 15 على تي ب 1/10 يبقى 150 برضو متر على الثانية. شوكتان رنانتان طول الموجة الصوتية لهما، ادي لامدا 1 وادي لامدا 2 على الترتيب، يعني دي الاولى والثانية. احسب النسبة بين تردديهما إذا علمت أن سرعة الصوت عندئذ 336، وبعدين ارجع احسب تردد كل واحدة منهم. ماشي يعني. بصوا هو الفكرة إيه؟ الفكرة إن أنا أقدر أحسب نيو 1 وأحسب نيو 2. أقدر. إزاي؟ مش النيو في على لامدا، الفي الأولانية 3 على 84 بس من 100، ليه؟ أو في 10 أس سالب 2 يعني، على أساس يعني إن ده، على أساس إن ده بالسنتي، وده هيبقى 3 × 6 على 101.68. طلعنا التردد ده وطلعنا التردد ده، اقسمهم على بعض، جبت النسبة وحسبت كمان التردد ده وحسبت التردد ده. نقدر نحسبهم بسهولة؟ طبعا نقدر نحسبهم. نقول 3 × 6 على 0.48 طلع 700، يبقى ده 700 هرتز. نقدر نحسب التاني مع بعض، 3 × 6 على 1.68 طلع 200،
يبقى 700 اللي هو 7 على 2. 7 على 2 اللي هي يعني طبعا 3.5. مصدر تردده ادي النيو. احسب الزمن الدوري مقلوبها الذي احسب الزمن الذي يمضي من منذ مرور القمه الاولى والقمه العاشره. دلوقتي من القمه الاولى للقمه العاشره منذ مرور القمه الاولى والقمه العاشره بنقطه في مسار حركته، يعني الموجه الاولى طلعت الله. طب هو انا هنا مش هقدر احسب عدد الموجات؟ عايز الزمن. مش نيو بتساوي ان على تي؟ النيو عندي وهو عاوز التي، عايز التي سمول زمن عادي، وعندي منذ مرور القمه الاولى للقمه العاشره. من القمه الاولى للقمه العاشره على مر 9 موجات، يبقى 45 تساوي ان 9 على تي. يبقى طبعا مش هقول بقى 45، طبعا ده لو عايز اللي تحسب بالتردد هتطلع الزمن، وممكن احسب بالزمن الدوري. الزمن الدوري تي على ان، تمام. فالله يكرمكم بسهوله جدا هتقول 9 على 45 تعرف 5 9 45 يبقى 1 على 5 اللي هي 2.10. أقم على خير الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.